تابعين حلقتنا وبسانتي لليوم بيسعدنا استقبل دكتور نيكولا زوين اخصائي في الطب الشعاعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. رح نحكي عن موضوع بهمنا كلنا هو سرطان الجلد، كيف ممكن نتفاداه، كيف ممكن يعني نعرض نفسنا اقل لمواجهه هالنوع من الامراض. سرطان الجلد بينصاب فيه الشخص بالصيف ولا بالشتاء؟ يعني له علاقه بالتعرض المباشر لاشعه الشمس ولا لا؟ هو اول شيء وقت نحكي عن سرطان جلد في كذا نوع سرطان جلد، يلي اكثر شيء شيوعا هن اللي بسمون سكويمس سيل كارسينوما وبيزل سيل كارسينوما، وفي الاقل شيوعا اللي هو الميلانوما بس هو اخطرهم. هو اللي له علاقة بالتعرض للشمس، بس مش إنه إذا تعرضنا للشمس بالصيف رح نعمل دغري السرطان، هو تعرض تدريجي للشمس. يعني واحد بيكون على مدى سنين عم يتعرض للشمس لحتى يتسبب بعد فترة ممكن على عمر كبير بسرطان الجلد. نحن كتير مركز على الوقاية من الشمس خاصة للي عمره صغار، لأن كتير مرات الأولاد يلي بعمر 2 سنين وثلاثة وأربعة اللي عم يتعرضوا للشمس بكمية عالية بالصيف بدون حماية هن بيكونوا معرضين أكثر بس يكبر بالعمر، بيصير عمر 40 أو 50 أو 60 إنه يعملوا السرطان. طيب في حال تعرض للشمس يعني بشكل تدريجي وكثيف وما ولكن مع حماية، حماية عم نحكي 50 بلس SPF SPF، هل هالشي ممكن يؤدي لسرطان الجلد ايضا ولا الحمايه هي كافيه انه تمنعه؟ لا هلا بالنهايه ما في شيء بيقدر يمنع 100%، بس ما في شك الحمايه خاصه وقت عم نحكي اس بي اف يعني 50 وطلوع، يعني تقريبا بلوكاج كومبلي لشعاع الالترا فايوليت تبع الشمس، نسبه السرطان الجلد بتدنى كثير. بس ما في شك انه شغله كثير مهمه نحكي عنها هي انه مش كل العالم عندها نفس الاستعداد للسرطان الجلد. نعم. الجلد لانه في عالم يلي جلدتهم اكثر بيضاء يلي بتحترق بالشمس، يلي بتحترق وبتقلش بتطلع عن جديد، هول معرضين اكثر انه الشمس تسبب لهم سرطان بالجلد. الاشخاص يلي بشرتهم شوي اكثر على سمار يلي ما بتحترق يلي بتعمل بتسمر بالشمس يلي بتعمل برونزاج بالشمس بدون ما تحترق، هول اقل عرضه بكثير لسرطان الجلد. وبلبنان نحن بالنهاية الشرق أوسطيين على فجلدتنا اللي أكثر في بلبنان أشخاص اللي جلدتهم على سمرة يلي بتسمر بالشمس من يلي من أوروبا الشمالية يلي أكثر بيضة جلدتهم تحترق دغري بالشمس يلي بتسببوا بسرطان بسرعة أكثر. طيب دكتور شو بيعمل سرطان الجلد بالجلد؟ هن في كذا نوع حكينا، السكويمس سيل كارسينوما والبيزل سيل كارسينوما هن يلي اكثر شيوعا يعني عم نحكي فوق ال 95% من سرطان الجلد هن هالنوع. ببلشوا عاده كحبه وبتبلش الحبه تكبر واكيد ما تصغر، وبتبلش الجلد مثل كانه حرق صغير عليها او مثل كانه وقت واحد بيجرح حاله. حبه شو لونها؟ فيها بتكون عده يعني عده الوان، بس عاده مثل كراس كيف الجرح وقت بيختم هيك بتكون. مشكلتهم انه اذا اهملناها ما شفنا طبيب وعملنا زرع لنشوف انه نحن عندنا سرطان، هالحبه بصير تكبر وبتبلش تاكل محيطها، واحيانا بتفوت غميقه بالجلد مثل ما فيها تفوت بالغضروف، يعني اذا كانت لنفترض حبه، لانه كثير مرات بيجي سرطان جلد بالوجه لانه الوجه معرض للشمس، فاحيانا بتجي على الغضروف فوق الانف او الاذن او الشفه، فبتبلش تدمر هيدي الغضروف، بتبلش اذا اهملناها وتسبب مشاكل لانه بتصير تفوت غميقه بالجلد تحت الجلد. يعني معالجته هو الاستئصال؟ هلا لمعالج سرطان الجلد يعني خاصه الاكثر شيوعا اللي هي سكويمس سيل كارسينوما وبيزل سيل كارسينوما، علاج في نوعين علاج له. العلاج الرئيسي هو استئصال جراحي، بس بنعمل استئصال جراحي مع مارج، يعني بدنا نجرب نشيل سنتي او 2 سنتي حوالي تورم. هلا احيانا هيدا التورم موجود بمنطقه ما بيسمح للجراح يعمل عمليه مع نتيجه مقبوله من ناحيه الترميميا، يعني هيدا خاصه وقت يكون تورم حد الشفه او الانف او الاذن او حوالي العين، اذا الجراح بده يعمل استئصال بده يسبب تدمير للانسجه السليمه. بهيك وضع فينا نستعمل علاجات شعاعيه سطحيه، راديو ثيرابي سوبرفيشال، يلي هي بتعطي اشعه ما بتخرق اكثر من 4 او 5 ملم، لحتى بيعمل المريض كذا جلسه وبنتفادى احيانا عمل جراحي،
أو أحياناً العلاج الشعاعي بيكون مكمل للعمل الجراحي. يعني إذا في حال كنا بمنطقة الجراح مش قادر يشيل مارج كبيرة حوالي يعني سنتي أو 2 سنتي من الجلد السليم، لأنه أحياناً بيكون بمنطقة الجراح مش قادر يستأصل أكثر من هيك، منكمل العلاج بعلاج شعاعي من بعد الاستئصال الجراحي. طيب يعني السرطان الجلد بيصيب منطقة معينة من الجلد وبيصير ينمى؟ بيصير ينمى محلة. أحياناً إذا أهملناه في ينتجر للغدد الليمفاوية يلي بهالمنطقة. هول عم نحكي السرطان اللي أكتر شيوعاً. هلأ الميلانوما يلي هو بيجي على شكل كأنما شمية، الميلانوما هو أكتر خطورة. الميلانوما هو بيجي على شكل مثل شمية، أو يمكن شخص عنده شمية بجسمه ببلش يتحول لونه، ببلش تكبر، بتبلش تنزف. ساعتها ما نشتبه أنه ممكن عم فيها تحول خبيث ونشوف حكيم جلد ونعمل زرع لألا. في حال طلعت ميلانوما، علاج ميلانوما مختلف، لأنه ميلانوما فيه ينتشر بسهولة أكتر. بدنا نعمل استئصال جراحي، بدنا نعمل استئصال للغدد الليمفاوية نشوف إذا مصابة من شمية، من شمية إذا كنا طلعت ميلانوما، وبدنا نعمل صور للجسم نتأكد ما تفشى، لأنه في تفشى على الرية، في تفشى على الدماغ، في تفشى على الكبد. ميلانوما أجريسيف أكتر، في تفشى بسرعة أكتر. وأحيانا بنعمل علاج مناعي وعلاج شعاعي. يعني ميلانوما علاجه مكثف أكتر، مش مثل البيزل سيل سويما سيل، هيدا سرطان خطير أكتر وممكن يشكل خطر حياة الإنسان، علاجه أكتر. في عنا دراسات نسب عن الإصابة بمرض سرطان الجلد هلأ عنا بالشرق أو بلبنان؟ بالشرق هلأ نسميا بلبنان أقل من غيرنا. الأكثر مناطق فيها هي موجودة مناطق يلي فيها ناس إذا بدك جايين من أوروبا الشرقية ومعرضة للشمس. أنا شخصيا كنت أشتغل بفلوريدا قبل ما جيت على لبنان. مثلا فلوريدا أكثر سكانها هن أوروبيين شماليين، نفس الشيء تكساس، كاليفورنيا، أستراليا ونيوزيلند، وهونيك مناطق معرضين على الشمس، فهونيك بتلاقي أكثر نسبة سرطان جلد بهالمناطق. بلبنان نسبيا أقل، بس أكيد عم نشوف، لأنه ما في شك صار درجة وقلنا سنين عالم تعمل روزاج بتروح على البحر، دونك النسبة أكيد بدها تزيد. طيب بالنسبة للسولاريوم كمان ضرره مثل الشمس ولا أخف؟ لا، السولاريوم مثل الشمس، كمان بدنا نخفف التعرض له. في بعض الأشخاص صار عندهم إدمان عليه، بيصفي كل الوقت رايحين على السولاريوم، هذا ما في شك بيزيد نسبة التعرض للسرطان. أكيد بدنا نعمل سولاريوم مثل الشمس، مش بكمية كبيرة ومش ب يعني بشهر الصيف قد ايه لازم كحد أقصى؟ حسب نوع البشرة وحسب نوع يعني الشخص. ما في شك كل ما واحد كان صغير بالعمر كل ما بده يتوقع أكثر، كل ما كان كبر بالعمر كل ما بيكون صار كيومولاتيف أكثر، يعني في يتعرض أكثر للشمس. إذا حطينا الواقي من الشمس ودرجته SPF 50 وبلوس، هل ممكن ناخد لون ولا لا؟ بلا، هو الـ SPF ما تنسى أنه كأنه الساعة عم بخففها بخمسين مرة. ما تنسى كمان إذا واحد حط يعني واقي ونزل تسبح، قسم الواقي بيروح بالبيسين أو البحر، يعني الكمية بتخف. أحياناً نطلب من شخص يرجع عن جديد يحط عن جديد كريم بلوكان و SPF عالي، أكيد يعني بيخفف النسبة أكيد للسرطان، ما في شك. وفي نصيحة للناس كمان إنه حتى بس تظهر بأيام العادية مش ضروري على البحر، وخاصة إذا بتتعرض للشمس خلال السواقة، عندهم ساعتين أو ثلاث ساعات سواقة بالنهار، كمان إنه يحطوا واقي على وجههم على القليلة. أكيد حسب، ما في شك، خاصة الشمس الظهر، يعني عم نحكي من 10 11 قبل الظهر لثلاثة بعد الظهر بتكون نسبة حدتها كتير عالية. بهالفترة ما ننتبه، يعني خاصة إذا واحد عم إن كان بالسيارة أو عم بيتمشى برا أو شيء، نفس الشيء عم بيتقرع، عم بيشتغل ورشة بده يحمي، أو عنده وقاية أو بيسوق سيارة أو نعم. دكتور نيكولاز، شكرا لك على كل هالمعلومات، يعطيك ألف عافية. شكرا، أهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا، وبترك الكلمة هلأ لزميلي ليلى عبيد بفقرتها بيوتيفل.